للحديث عن أزمة الكهرباء في العراق انضموا إلينا عبر الهاتف من عمان المتخصص بشؤون الطاقة والكهرباء الأستاذ إحسان العبيدي. أهلا بكم أستاذ إحسان إلى استوديو الرافدين. نبدأ من تصريح المركز العراقي للشفافية الذي أكد بأن الحكومات المتعاقبة لم تضع خطة واضحة للتعامل مع أزمة العراق الممتدة من فترة طويلة. لماذا الإهمال هو السمة الأبرز للتعامل الحكومي مع ملف الكهرباء برأيك؟ ألو أستاذ إحسان تسمعني؟ نعم نعم أسمعك أستاذ إحسان. نعم حياك الله. أعيد السؤال. نبدأ من تصريح المركز الشفافية العراقي والمركز العراقي للشفافية أكد بأن الحكومات المتعاقبة لم تضع خطة واضحة للتعامل مع أزمة الكهرباء. لماذا الإهمال هو السمة الأبرز للتعامل مع ملف الكهرباء في العراق برأيك؟ نعم، هي بالحقيقة لا توجد خطة، لا توجد خطة، وإنما هناك تخبط، والكهرباء حالها حال القطاعات الأخرى. حتى إذا وضعوا خطة ما راح يلتزمون بها، لأن كل الخطة لها متطلبات. أهمها هو وجود نظام في البلد. الكهرباء المنظومة تسمى المنظومة الكهربائية لا تعمل إلا بوجود نظام. بدون وجود نظام وقانون لا يمكن أن نصنع كهرباء دافية، أو كما موجود في سابقا أو في كل دول العالم. نعم. بال 2007 إلى 2010 جت شركة إنجليزية وضعت خطة سميت ماستر بلان، على أساس تنقذ الكهرباء العراق من أزمة الكهرباء، كما يدعي الآن جي إي أو سيمن أنه يضعون خطة يخلصون من أزمة الكهرباء. لكن الخطة كانت كلش طموحة، بحيث بال 2013 وعدوا أنه الكهرباء راح يصير العرض مساوي للطلب، يعني ما يحتاج الناس مساوي للإنتاج. لكن الحقيقة لم يحدث هذا في 2013، بل إحنا بال 2018 حدث العكس. بدل ما إحنا نصدر الكهرباء ونكتفي بها، صرنا نستورد كهرباء من إيران. لماذا لم يتم تنفيذ هذه الخطة برأيك؟ عدة أسباب. الخطة لتنفيذها لها متطلبات، واهمها هو وجود النظام مثل ما قلنا، يعني وجود حكومه تقدر تفرض سيطرتها على البلاد، تقدر تسيطر على الامن، تقدر تسيطر اهم شيء على انتاج الكهرباء. يعني ما ممكن الكهرباء يضيع من عندها ضياعات اكثر من 50%. يعني اذا تنتج الف يوصل للمواطن 500، لأن نتيجة السرقات ونتيجة الضياعات. النائبة مجد التميمي قالت بأن سوء الإدارة كما ذكرتم والفساد أيضا تسبب بتفاقم أزمة الكهرباء. يعني وكالة بلومبرغ الأمريكية أيضا أكدت بأن العراق لا يملك القدرة على إنتاج الكهرباء وإنارة المدن العراقية. أين ذهبت أموال الكهرباء المخصصة للكهرباء والعقود المليارية أستاذ إحسان؟ صحيح، النائبة ماجدة التميمي صادقة من تقول أنه سبب عدم أو سبب أزمة الكهرباء هي الفساد وسوء الإدارة. سوء الإدارة، الفساد هو أهم سوء الإدارة، يعني جانب من جوانب سوء الإدارة. أنا مثل ما قلت لك، الكهرباء منظومة لا تعمل إلا بوجود نظام. يظهر أنه عدم وجود خطة أو عدم وجود هدف للدولة. يعني الكهرباء مثل ما الدولة تايهة، الكهرباء تايهة أيضا، تتخبط بين هي هل هي دولة رأسمالية، هل هي دولة اشتراكية. تلقيها
الضخم بالكادر مالته زيدت لكن الكوادر. حسب الموازنات التي وضعت مسبقا، هناك أموال خصصت للكهرباء وإصلاح مشكلة وأزمة الكهرباء في العراق، لماذا إذا بقيت هذه الأزمة؟ أين ذهبت هذه المليارات؟ عدم يعني الكهرباء تتطلب مثل ما قلنا خطة ونظام، عدم وجود خطة صريحة ولا تكون مبالغ بيها، خطة ما مبالغ بيها تعتمد على الأشياء المتوفرة بالبلد، هي الطبيعية المتوفرة بالبلد. احنا لا يمكن الناس هسه كل الدول العالم تتغادر الاعتماد على النفط، النفط تروح على الطاقة نسميها المستدامة أو المتجددة، وهي احنا اللي عندنا بالعراق الطاقة الشمسية. بس مع الأسف احنا لحد الآن ما أنتجنا، ما وضعنا قدمنا على هذا الطريق اللي هو راح ينقذنا، يوفر عندنا النفط وبنفس الوقت يقلل التلوث ويحد من أزمة الكهرباء. لأن هسه احنا البلد الوحيد بالعالم اللي يستورد كهرباء ويستورد نفط بنفس الوقت، واحنا عندنا من الدول المتقدمة او ثاني دولة او ثالث دولة باحتياطي النفط. الأستاذ إحسان العبيدي المتخصص في شؤون الكهرباء كنت معنا عبر الهاتف، وكهرباء والطاقة شكرا جزيلا لك.